الحقيقة مشروعات الإسكان الاجتماعي ومختلف نوعيات الإسكان اللي الدولة المصرية بتقدمها في هذه الفترة أيضا بتسهم في يعني حل ومشكلة الفجوة الإسكانية اللي كانت موجودة على مدار السنين، وبالذات في نوعية إسكان كان دايما في نقص شديد فيها وهي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل أيضا. الحقيقة يمكن كمان تجربتنا في إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، احنا عندنا النهاردة الخطة بتاعتنا 25 مدينة جديدة بتنشأ بالتوازي مع بعضها البعض، يعني المدن يعني اللي كانت انشئت بدءا من اواخر السبعينات او اوائل الثمانينات لغاية 2014 كانت بتنشأ على مراحل، كل شوية نعمل مدينتين ثلاثة، انما ان احنا ندخل في وقت واحد ننشئ هذا العدد الهائل من مدن الجيل الرابع، ده ايضا الحقيقة جهد هائل من الدولة المصرية. الحقيقة كل اللي انا بتكلم عليه ده ما كانش ممكن يتعمل لولا يعني قطاع المقاولات المصري، وهنا يمكن انا بتوقف ان انا اوجه ليهم كل التحية والتقدير على الجهد الهائل اللي هم بذلوه وبيبذلوه معانا في تنمية هذا القطاع المهم جدا اللي ليه دور اساسي في استمرار نمو الاقتصاد المصري بالمعدلات الغير مسبوقة اللي حصلت في خلال الفترة السابقة، ويمكن حتى مع يعني وجود فيروس كورونا وحضراتكم تابعتوا ان العالم كله كان بينمو بالسالب، مصر ظلت تحتفظ بالنمو الايجابي، وانا في تقديري جزء كبير من هذا النمو كان يعود لهذا القطاع المهم جدا. وعشان كده يمكن احنا حريصين كل الحرص على استمرار الدفع، والدولة دي سياستها في خلال انا اعتقد من 5 إلى 7 سنوات على الاقل في الاستمرار في الاستثمارات العامة والانفاق العام الكبير في مشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء، واعتقد ان ده ساهم بصورة كبيرة جدا في يعني الحمد لله ان احنا بقينا نشوف شركات مقاولات بدأت من 7 سنين كانت شركات بسيطة، النهاردة الحمد لله هذه الشركات تحولت الى شركات عملاقة بتاخد شغل بمليارات الجنيهات في السنة الواحدة، والترن اوفر بتاعها ما شاء الله يعني بيؤكد انها ماشية على الطريق السليم، والواحد اكثر سعادة انه ابتدى يشوف هذه الشركات النهاردة بتفوز بمشروعات في الدول العربية والدول الافريقية، بما يعني انها اكتسبت الخبرات الكبيرة جدا 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 اللي بقت تمكنها النهاردة انها تعمل على مستوى العالم كله وليس فقط على مستوى مصر.